سي ما دوزيام بارتيسيپاسيون هنا في طنجه في التظاهره ديال لالا سلطانه اللي كان تيم ديالها لا كاليغرافي عرب و كانت في توني وحده ابار لي توني الاخرين كانوا فيهم بزاف ديال لي تيم كانوا متنوعين وكان كنبدل في لي تيم مي لا توش ديالي كتبقى هي المضمه اللي كنخليها دائما كنحافظ عليها الضمه ديال النحاس مع المجدول. فرحنا بزاف اللي استدعوني هذه المجموعه ديال لي جون ستيليست بنكون ضيفه شرف عليهم وجيت فرحنا بزاف ولي الشرف باش عيطوا لينا ندوز هذا لو ديفيلي ديالي. حاليا هذا هو الجديد النوفيل كوليكسيون ديالنا هي هذه دي خدامين على كوليكسيون اخرى ان شاء الله ديال رمضان جلالب وقفات عبايه ان شاء الله تشوفوا جديد ديال ايروا كوتور. نتوما شفتوا واحد ان بتي ايشانتيون دابا في لالا سلطانه وان شاء الله ملي تكونوا عندنا ان شاء الله تشوفوا ايشانتيون كبير. كيف شاتو اليوم كنت ماشي عريضه الازياء كيف العاده اليوم قدمت تظاهره لالا سلطانه للدوره الاولى ديالها كان شرف ليا كبير اللي الناس منظمين اللي اتصلوا بيا وكان راه عرض شيق كان فيه يعني التراب والموضه والاناقه في نفس الوقت والليل المره المليون بعد المليار وفرنسا الصحراء المغربيه. لما اتصلوا بيا اني نكون ضيفه ايفينمون لالا سلطانه كنت سعيده جدا. اول شيء لانه استضافه بالنسبه لي تعني لي الكثير لا الشخصي ولا الرصيد الفني. والحاجه الثانيه طبعا انها في مدينه هي عروس الشمال وتم فيها تكريم الصحراء من خلالي فهذا كذلك شيء يضيف لي الكثير لا يعني بالنسبه لي على المستوى الوطني. والشيء الاهم هو انه تواجدي في ديفيلي وفي يعني تم تكريمي كذلك اني لبست الزي البلدي كنت سعيده جدا ولانه اول مره كنغني بالزي البلدي والناس كاملين كانوا متعطشين ربما يشوفوني بالزي التقليدي فالحمد لله كان تجاوب كبير من الجمهور كنت سعيده اكثر اني انا لانه الشرف ليا كان اليوم اني بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اول مره كنحضر ديفيلي ديجا حضرت ديفيليات ديال الصحراء بالملح فوكش لاول مره كنلبس تقشيطه ولاول مره كنغني بتقشيطه يعني داكشي كان رائع تبارك الله وكان تجاوب كبير مع الجمهور لان باش تغني بالحسانيه وتعدي لابسه تقشيطه شيء رائع وكنتمنى من مولانا ان شاء الله شهاده تعدي لابسه ملح ان شاء الله من الشماليات.